اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر، ان شاء الله حلقه تنال اعجاب حضراتكم. اهلا بك يا فارس. اهلا بك يا اسامه، ما بتنساش ترحب بي. انا ما بنسى ارحب. لا انا ما بنساش، انت عارف. قدم السبت. بالظبط كده. اهلا مره اخرى بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالتاكيد يعني مش عاوزين نفكركم باجواء مباراه الاهلي والمريخ، لان بالتاكيد انا عارف ان بعض الجماهير كانت حزينة شوية من النتيجة، لكن إننا ما نطلعش بعد البرنامج، فبالتالي برضو مش عايزين نتخطى إيجابيات حصلت عشان نبني عليها، حتى لو في بعض السلبيات وصلتنا إننا نكون تاني المجموعة، بالتأكيد هناك إيجابيات أخرى نقدر نبني عليها مع الفريق فارس، خاصة لما تكون متأخر الشوط الأول بهدفين حملوا أخطاء كبيرة جدا، كان تقريبا دي أوف في معظم اللاعبين، والمشكلة في لعيب النادي الأهلي اللي مفيش لاعب بيبقى دي أوف، كل اللاعبين بتيجي في يوم بتبقى دي اوف، والغريب ان دي اوف ده بقى شغال كل شهر او شهرين. فنتمنى فكره ثبات للمستوى، ونبتدي من حيث انتهينا الشوط الثاني لمباراه المريخ والعوده بهدفين بعد التاخر بهدفين. كانت عوده مهمه في الشوط الثاني، وكمان لما انا علقت على فكره الملعب الترتان في مباراه فيتا وقلت انا بفضل النوعيه دي من الملاعب، ناس كتير كلمتني في فكره خلي بالك الاصابات، قلت تمام، بس الملعب الترتان بيكون النادي الاهلي فيه بيلعب كورته، حتى لو في عيوب بيبقى افضل من بعض الملاعب الاخرى. ولو نفتكر مباراه اتحاد العاصمه الشهيره في الجيل الذهبي محمد بركات، كان ملعب ترتان، وانا بتفائل نسبيا بالملاعب دي. طبعا زي ما انت اتكلمت يا اسامه، الشوط الثاني النادي الاهلي قدر حتى رقميا يحول تاخره لتعادل، كان تعادل مهم، حتى لو انت خلاص ضمنت التأهل، ولكن انت لازم توصل رسالة ان حتى لو اليوم مش بتاعك انت النادي الاهلي بالزبط. لك حد ادنى، ودايما صورة البطل بيحاول يحافظ عليها حتى لو هو مش موفق. نقدر نستعرض طبعا معنا صورة الاحصائيات اللي هي بتوضح الفرق بين الشوطين، هتلاقي محاولات النادي الاهلي في الشوط الثاني مختلفة تماما عن محاولات الشوط الاول. طبعا 4 محاولات 0 اون تارجت، الشوط الثاني كان 8 محاولات 4 اون تارجت، والاهم ان نادي المريخ السوداني اللي كان ليه 8 محاولات في الشوط الاول له محاولتين فقط لا غير في الشوط الثاني، والاكسبكتد جول او الاهداف المتوقعه للنادي الاهلي زادت في الشوط الثاني عن الشوط الاول. والغريب اصلا ان الاهداف المتوقعه فارس اللي اتيحت للنادي الاهلي كانت في المباراه كاجمالي كانت اكثر من 3 اهداف، وما قدرناش نستغل ده. وخلينا نكون واضحين، الفارق بين مباراة المريخ وفيتا مع فكرة الملعب واللي اتكلم عليها فارس والأجواء اللي احنا دايما كأننا خلاص بقى النادي الأهلي لازم نلعب 3 العصر مع أي فريق في ملعب صعب، إن كمان التوفيق ما كانش مصاحب بعض اللاعبين. لو رجعنا مباراة فيتا، محمد شريف من أول كورة في الدقيقة 6 سجل هدف، المباراة بقت لصالح النادي الأهلي، جات له نفس الكورة أو نفس فرصة في نفس التوقيت تقريبا ما قدرش يستغلها، ومع بداية الشوط الثاني ما قدرش يستغلها، فكانت الحالة مش ماشيه في سكه اتجاه النادي الاهلي. ويمكن كمان يعني حتى تحديدا بدر بنون كان يعني دي اقل مباراه قدمها بدر بنون منذ قدومه للنادي الاهلي، ولكن ده شيء طبيعي. الحمد لله عدينا 2-2. اللعيبه بقى تقدر تبني على ده منين؟ تقدر تبني على ده ان انت بتقدر تعمل كامباك، لان دي خبرات متراكمه. انت كنت متاخر ايا كان مستوى المنافس، متاخر بهدفين قدرت ترجع، وقبل كده في الدوري كنت متاخر بهدفين وقدرت ترجع وتفوز 3-2. ده بيرسخ جوه الفريق ان انت قادر على اي وقت تجيب اللي انت عايزه من المباراة، ويكون اللي انت عايزه من المباراة هو الفوز. بالتأكيد عندنا مباراة سيمبا هي مباراة شبه تحصيل حاصل، ولكن في النهاية خلاص اتحسمت الأدوار وصعبنا المواجهة على نفسنا، ولكن البطل دايما ما بيفرقش معاه هيواجه مين، حتى وإن كان في امتيازات ان انت تقابل فريق في الدور قبل النهائي قوي افضل من دور الثمانية، ولكن خلاص انت امام 3 فرق قوية. واعتقد السنة اللي فاتت كنا مشوارنا كان صعب جدا، وكنا تاني المجموعة وقدرنا اننا نحقق اللقب. فنبني على الشوط الثاني مباراة المريخ، ونتمنى فكرة الدي اوف عند معظم اللاعبين تقل، ان المفترض تكون كل 3 شهور مباراة دي اوف، مش كل شهر مباراة دي اوف. بالظبط، وانا لازم اقف عند النقطة دي. الاهلي يهاب ولا يهاب، النادي الاهلي كل الفرق المشاركة في البطولة هي لازم تعمل له حساب. زي ما قلنا الموسم اللي فات كنت تاني المجموعة، الموسم بتاع خسارة من سان داونز كنا اول المجموعة وكان معانا سيمبا بالمصادفة.
فاحنا بنتكلم في ان النادي الاهلي لو في شخصيته ولو في حالته ده اللي بنراهن عليه احنا لا نقش احد. طالما النادي الاهلي انا دايما راهني على النادي الاهلي مش على مستوى الاخرين. لو النادي الاهلي في مستواه وفي تركيزه احنا شفنا السنه اللي فاتت سان داونز بتكسبه، الوداد بتخرجه من البطوله، الزمالك بتاخد اللقب منه، اقوى ثلاث فرق بتواجههم بتحقق اللقب عن جداره على حسابهم، فده النادي الاهلي، انا دايما براهن على حاله النادي الاهلي لان النادي الاهلي لما بيكون في حالته بيبقى معادله صعبه جدا لاي فريق. وكمان في حته مهمه جدا الشق البدني، ان انت في المباراه دي بترجع في الاجواء دي وفي الملعب ده، فاعتقد الشق البدني بيطمننا شويه ان لا النادي الاهلي بيقدر يقف لاخر دقيقه على رجله. واتمنى زي ما اتكلمنا ان في الادوار الجايه يكون النادي الاهلي خرج بالشكل المهم اللي يقدر يبني عليه. بالتاكيد يا فارس، وطبعا مباراه النادي الاهلي والمريخ ومباراه جت بعدها في بطوله افريقيا مباراه نادي الزمالك ومولوديه الجزائر، ايا كان برضو مستوى منافس نادي الزمالك ما عندناش مشكله مع اي موقع حابب ان هو يبدي الحياد فيعني يضخم من انجازات اي فريق، ده ما عندناش مشكله فيه خالص، من حقك تشوف اي لاعب في اي نادي هو افضل لاعب كموقع رياضي، لكن المشكله لما بتيجي تضع مقارنات وتحط النادي الاهلي في الجمله في جمله من الاعراب، هنا لا لازم نقول وقفه وستوب. انت مش عشان متهم بانك بتميل قليلا للنادي الاهلي برغم ان احنا مش شايفين ده فيطلع اللقطه بالشكل ده فتيجي على النادي الاهلي وصوره لهدف شيكابالا وتقول ان حتى حاطط صوره هدفه في مرمى النادي الاهلي قبل صوره هدفه في مولوديه الجزائر، مع احترامنا طبعا الكامل لموقع يلا كوره، لكن الصوره دي اساءت او ابدت او جماهير النادي الاهلي ابدت غضبها تجاه المقارنه دي، لان للامانه انت لما مجدي قفشه سجل هدف فيتا وكان تصويبه قويه برضو انت ما عملتش مقارنه بينها وبين القاضيه وما قلتش ان اهداف مجدي قفشه دايما اهداف حاسمه على عكس اهداف شيكابالا. نتمنى يكون الهدف اللي سجله في مرمى مولوديه الجزائر حاسم، لكن دي رساله لموقع يلا كوره جماهير النادي الاهلي في حاله غضب من فكره الانحياز على حساب النادي الاهلي. الموقع يلا كوره كل المسؤولين عنه زملاء وبنحترمهم وبنحترم عملهم، ولكن احنا بنقف عند نقاط بنوجه سؤال محتاجين نراجع نفسنا فيه ونبص للقطه. هدف المولوديه اللي كان تحت ده النادي الاهلي مش طرف في المباراه، اسقاط زي ده اكيد ملوش معنى فيما يخص النادي الاهلي، خصوصا نادي اهلي مش طرف في المباراه، حتى الاجتزاء او اختصار الصوره في لقطه هدف شيكابالا اللي ما حققتش بطوله لنادي الزمالك يمكن فقل مش حلو حتى على نادي الزمالك اللي قابل المولوديه ولسه موقفه متعلق باقدام الترجي، فحتى يمكن من باب الفقل هي مش فقل حسن يعني. ف جمهور النادي الاهلي يبقى بمعزل عن سياق يخص جمهور الزمالك والعكس، بالعكس يعني احنا لا نطالب ان النادي الاهلي زي ما اسامه قال حتى نجتزئ لقطه تخصه ونحطها في مباراه تخص الزمالك، لان ده كان عامل حتى بين الجمهور حتى في الكومنتات حاله جدل شح. كبيره جدا وشحن. فاعتقد الرساله واضحه لزملائنا في يلا كوره، نبص بس على القصه من المنظور ده خصوصا ان ده كان رد فعل عام مش حاله فرديه عندنا يعني. بالظبط، ودي الرساله اللي احنا بنوصلها لموقع يلا كوره.